أنا أتواجد هنا بالسوق الشعبي بأورير ضواحي قديرة، سوق يعرف ازدحاما كبيرا في أيام عيد الفطر، خصوصا مع تسابق الباعة لتأمين مستلزمات هذه المناسبة الدينية للوافدين من مختلف الأعمار على هذا الفضاء التجاري. المناسبة تاع العواشر كنجيبو بياسات صغار تاع الدراري الصغار باش يتحركوا في المناسبة، وكنجيبو تاع الحوايج الكبار تاع هما كيتمشاو، كنقربوا على الساكنة ديال أورير، كنقربوا لهم كلشي حداهم باش يتقداو العواشر يفرحوا وليداتهم. كنجيبوا البلغه الفوقيه القندوره من العيون، وكنجيبوا البلغه من فاس، وهاد الفاقه الاخرين العاديين كنجيبوا من كازا الدار البيضاء. المتبضعون بدورهم يستغلون قرب هذا السوق وتنوع معروضاته لاقتناء ما يتطلبه الاحتفال بعيد الفطر من حاجيات متنوعه. من حويجات جداد، من مسائل ديال التزيين بحال الفيليلات بحال الوريضات بحال، وكنتقطعوا لهم شويه ديال الحلويات وشويه ديال والحنه باش نزينوهم، والمسائل كلها اللي كتفرح الدراري في العيد. اسبوع كنجي كل سيمانه بمناسبه العيد، جينا باش نشريو الحوايج ديال العيد، وعيد مبارك سعيد. اضافه لذلك فالسوق يحرص على توفير مواد مطلوبه بكثره من لدن الاسر، مثل ماده الحنه التي تتزين بها الفتيات احتفالا بقدوم عيد الفطر.